بدا نهارك مرتاح واسمع نجمة صباح. ضيفنا لليوم وصينا حديثنا حول الجلسة اللي تكون مسائية وصباحية منتظرة برشا وتوانسة الكل عينيهم شنو مش يصير في قبة مجلس نواب الشعب، شكون معاه شكون ضد شكون مع المسائلة هذية، أفكار وأراء قاعدين ناخذوا فيها تباعا من عديد الأحزاب ومن عديد النواب. سعداء باستقبال ضيفنا اليوم سي زهير المخلوفي عضو مجلس نواب الشعب. سي زهير أهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بمستمعيكم الكرام. نشكرك على تدخلك معنا. سي زهير قبل ما نبدأ على جلسة اليوم، بعد استقالتك من الكتلة والحزب مصيرك أو مستقبلك وين مش يكون في قادم الأيامات؟ مش يكون في الكتلة الوطنية، في الكتلة الناس اللي استقلنا من حزب قلب تونس كنا نؤمنوا بمبادئ وتصور نحب وما يقدرناش باش نسيقوه في الصفحة البيضة اللي كان فيها قلب تونس. لقينا فما شخص واحد يحكم، قلنا ما فيها بأس نعملوا تجربة ديمقراطية في الأمل اللي كنا طارحينه على أنفسنا، ذلك شيء نجمو نعملو الإضافة. والكتلة الوطنية اليوم فيها 11 شخص ونأمل أنه تكبر، وعنا تصور وإن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا في البرلمان. أما التعليق بعض قيادات في قلب تونس على استقالتك كانوا قويين شوية سي زهير، كان تبعت شوية مهماش قويين، هذا كل إنان ما فيه يرشح، وهذا يعبر على مستوى الأشخاص اللي يقودوا الحزب، معناها مستوى أشخاص الشخصنة والتدريب. زملاء استقالوا قالوا خذوا فلوس ورشاوهم بعض فرانكات، وهذا ضرب في الأرض المالي. أنا ضربوني في عرضي، معناها ذاك السخافة وذاك البساس والابتذال اللي وصلوله، هذا مستواهم مش مستواي أنا. وفي مقال صحفي رئيس الكتلة كان قال نعرب عن ارتياحنا بعد استقالة سيد زهير من الحزب والكتلة. هذا يعطيك على شنو؟ قالوا أكثر من هذا. لا قالوا أكثر من هذا، ما قالش نعرف من نوع شنو أكثر من هذا. قالوا كانوا فما نساء متقلقين منه، يعني بزيل المستوى الشخصي والمستوى واحد. أنا تحديتهم في أكثر من إذاعة، قلت لهم أعطيوني امرأة واحدة تقلقت حتى قلقت مش هي، وهاكم تو يخونوا فيها به. ولكن شوف ما نهبطوش المستوى هذا، وكاو كل إنان ما فيه يرشح. خلينا نمشي للمهم تو اللي هم التوانسة الكل بالا. الكتلة اللي انتوما فيها مع أو ضد العريض أو المبادرة لإقالة سيد راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان ككتلة، حددتوش موقفكم النهائي؟ شوف احنا ما حددناش موقفنا النهائي، لأني أنا البارح معناها قدمت استقالتي من قلب تونس وأعلنت في مجلس النواب، وبالتالي ما نجمش نتكلم على موقف الكتلة لأني ما ناقشتش معاهم أصلا الموقف. ولكن اللي نعرفه أنه الكتلة تعتبر أنه السيد راشد الغنوشي تجاوز برشا صلاحيات رئيس مجلس النواب اللي نص عليها الدستور والنظام الداخلي، وهذا عبر عليه رئيس الكتلة أكثر من مرة وقال هذا يلزم يقف وانتهى الموضوع. يعني الاشكال صحف الثقه مسائله مش مسائله، نطرحوا الرؤيه ما كيف نتحاوروا، هذا شيء موضوع ثانوي بالنسبه لي هو او بالنسبه للكتله كما عبر عليها رئيسها. قال راهو السيد راشد الغنوشي قاعد يتجاوز في صلاحياته وانتهى الموضوع. أليست خصومة سياسية بين أحزاب اليوم وسط المجلس نواب الشعب، وقت اللي نعرفوا أنه عملية الضغط كانت من الحزب الدستوري، ونعرفوا زيادة الخلاف الكبير بينهم بين الحركة، وصل هذا بك الضغط والاعتصام والعريضة أنه توصل المسائلة ماهيش تصفية حسابات سياسية تحت قبة مجلس نواب الشعب زعما سي زهير؟ شوف هي لو الحوارات والتنافي السياسي والمواجهة السياسية ما تقع كان في مجلس نواب الشعب، راهو للحقيقة تنازع الأفكار، تنافي الأفكار، صراع الأفكار، ما يقع كان في مجلس نواب الشعب، لأنه فما تظهر التوجهات وفما يتموقع الأشخاص، أكيد هو صراع سياسي، أما بمعنى تصفية للطرف على حساب طرف، لا ما نعتبرها تصفية سياسية أو نعتبرها حسابات سياسية، وإنما كل واحد يقف عند صلاحياته. هذا نتصور حاجة مشروعة أنه كل واحد يقف عند صلاحيات العضو والرئيس لجنة رئيس لجنة ورئيس مجلس نواب رئيس جمهورية رئيس جمهورية
ورئيس الحكومة رئيس الحكومة كل واحد عنده صلاحيات والدستور نتاعنا حدد كل هذه الصلاحيات اللي احنا نفتخروا بدستور الناس كل يفتخروا به. نجيو أول ما تهبط الممارسة السياسية نلقاو احنا نخرقوا في دستور في أهم خاصية فيه هي صلاحيات السلطات الثلاث. هل الاختلاف هذايا ما ينجمش يتم تصديره من حركة النهضة للشارع التونسي وإلا يولي خلاف في شارع التونسي ما عادش ما يقعدش كان في قبة مجلس النواب سي زهيرة؟ هو هذا اللي نخافوه، نخافوا أنه تولي يصدروه مش في الجانب التصدير، مش مشكلة أنه الشعب التونسي شريك في هالعملية الحوارية وشريك في المسألة كلها، لأنه في الأخير الشعب التونسي هو طرف سواء منتمي للحزب هذا أو الحزب هذا، وحتى المستقيل أو المستقل ينجم يكون في الخماضة هذه. ولكن المشكل وقت اللي تولي مسألة تخوين، هذا مع طرف دولي وهذا مع طرف آخر، هذا خاين هذا وهذا مع أردوغان وهذا مع تركيا وهذا مع الإمارات وهذا مع السعودية، تولي المسألة مقرفة مقرفة حقيقة. وكي يظل التداخل هذا الخارجي يولي متمثل معناها في تمثلات واقعية مجسد، تولي هذا هو الخطر. أما يولي مصدر عن شعبنا وفي البرلمان وحوار في الإعلام هذا مشروع معناه ما نراوش فيه مانع. علاش تولي؟ علاش سألتك السؤال هذا سي زهير؟ خاطر في متابعتي لك لبعض الحوارات ورجعت بنا الوقت بن علي والتحركات السرية اللي كانت في الشارع للحركة لحركة النهضة، وكأنه تلميح أو تلويح أنه اليوم فما استعدادات في الشارع التونسي من قبل أنصار الحركة النهضة في الأيامات هذه. هكا فهمت شوية أنا سي زهير، صلحني كاني غلطة. لا أنصار، شوف أنصار حركة النهضة، شوف أنا اللي أمنت به أنه حركة النهضة في جانب من الجوانب بدأت تكون في الواقع، يعني هبطت للواقع، إكراهات الواقع هبطت لها، ضغط الواقع هبطت له، سواء في مدنية الدولة في أكثر من مثال تراجعت على مشروعها، تراجعت على كل شيء. وبالتالي أنا في تصوري أن القيادات فاهمة للإكراهات قوية، وأن إكراهات الحكم وإكراهات وجودها في البرلمان وإكراهات تموقعها وإكراهات استمرارها في الحكم كل هالإكراهات هذه تخليها تنضبط بالقانون والدستور. أنا لا أتصور أنه مش يخرجوا على الدستور ومش يخرجوا على القانون ومش يخرجوا للشارع، ما ثمش من لا الخروج للشارع مش مشكل، ولكن الخروج للشارع في إطار قانوني هذا لا يضير أحدا، لا يضير ولا يضير أحدا. أنا في تصوري أنه ضغط الشارع لازم يكون في الاتجاه هذا وفي الاتجاه هذا إذا انضبط بالقانون. آخر سؤال إجابتك بينا خلني أخو رايك في أقل من 10 سكوندات، سي زهير المخلوفي نائب الشعب، هل هو مع سحب الثقة من رئيس البرلمان أو لا بصفتك الشخصية على الأقل؟ في شخصك. أنا مع إكراه السيد راشد غنوش بالالتزام بصلاحياته، واضح، وإذا ما التزمش بصلاحياته يقع صاحب الثقة. الآن ما زلنا في المرحلة الأولى، يا أخوي التزم بصلاحياتك ولا تنحاز لهذا الطرف أو ذاك، وخلينا بلادنا في حياة. أبدا نهارك مرتاح واسمع نجمة صباح.